رفضا لصفقة القرن الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، شارك الآلاف في مظاهرة قطرية جابت شوارع مدينة طباقة الغربية في منطقة المثلث، بدعوة من لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد، وبمشاركة نشطاء قوى تقدمية إسرائيلية. نحن نرفض صفقة القرن كفلسطينيين بكل مكوناتها، وهي لن تنجح وستسقط، قد يكلفنا ذلك الثمن، لكن لا أحد يستطيع أن يفرض علينا اتفاقا لا يتجاوب مع الحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني، الدولة، العودة، القدس. انطلقت المظاهرة من منطقة المثلث حاملة رسالة رفض لكافة بنود الصفقة، وخاصة الذي يستهدف منطقة المثلث ويقضي بتبديلها بأراضي المستوطنات. بدأش في صفقة ترامب، هو محاولة الدفية من الإمبريالية الأمريكية لتثبيت نظام الأبارتهايد والاحتلال في فلسطين، وأنا كأحد الناس يعني انضميت للمظاهرة. تأتي المظاهرة القطرية ختاما لعشرات الوقفات الاحتجاجية والنشاطات الرافضة لخطة ترامب من الجليل وحتى النقب، تأكيدا على الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة وحق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.